امبارح مجلس النواب وافق مبدئيا على اقرار تعديلات لقوانين الهيئات القضائيه الاربعه، القضاء العادي، مجلس الدوله، النيابه الاداريه، وقضايا الدوله. بتتضمن تعديل اليه اختيار رؤساء هذه الهيئات بحيث انه يرشح كل مجلس اعلى او الجمعيه العموميه لتلك الهيئات اقدم 3 نواب لرئيس الهيئه لرئيس الجمهوريه لاختيار واحد منهم لتولي رئاسه هذه الهيئه. التعديلات كمان بتتضمن ان الترشيح يكون قبل 60 يوم من تولي الرئيس الجديد للهيئة. يعني لو رئيس النقد مثلا خارج على المعاش 30 يونيو، فالترشيح لمن يخلفه يكون قبلها ب 60 يوم بالظبط. في حالة ان المجالس العليا لم تلتزم بهذه المادة أو إن هي مثلا ما ترشحش 3، فان رئيس الجمهورية في الحالة دي، في هذه الحالة، من حقه ان هو يختار من بين اقدم 7 اعضاء في الهيئة القضائية لشغل رئاسة تلك الهيئة. طب ايه المشكلة في هذه التعديلات؟ يعني القضاة بيقولوا ان هي بتهدر مبدأ الاقدمية المعمول به منذ سنوات طويلة، واللي استقر في الاعراف والتقاليد القضائية، واللي طبعا اكيد كلنا عارفينها. ان هي كمان بتفتح باب للتحزب والصراعات داخل الهيئات القضائية، لان كل واحد هيكون وهيحاول ان هو يسعى لان هو يكون هو المرشح الاول. غضب القضاء والهيئات كلها من التعديلات دي، كمان ان البرلمان للمره الاولى لم ياخذ براي المجالس العليا اللي رفضت التعديلات دي لما اتعرضت عليها. هل الكلام ده منطقي ولا لا؟ خلينا نستمع لتفاصيل اكتر. بينضم لنا سياده المستشار عبد العزيز ابو عيانه، رئيس نادي قضاة اسكندرية. سيادة المستشار صباح الخير وتحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير يا استاذ ايمان، اهلا بحضرتك معانا. عندنا مشكلة في هذه التعديلات، عندنا غضب في الجانب او من عند حضراتكم في القضاة. خلينا نستمع لحضراتكم ايه سبب الغضب وايه الحلول البديلة اللي حضراتكم بتطرحوها. اتفضل. اولا التعديل اللي بيحصل ده تعديل لنص مادة واحدة من قانون السلطة القضائية. الغريب في الامر ان احنا بنعد التعديل لقانون السلطه القضائيه بالكامل وعلى وشك الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب. فازاي هنعدي الماده النهارده ونرجع نعيد تعديل الايه القانون بعد شهر او شهرين؟ تمام. اولا التعديل ده ما فيهوش استعجال ولا يعني ما هوش ملح حاليا. واحنا في اجتماع سابق لمجلس الاستشاري انتهينا الى ان الشعب المصري والدوله في حاجه الى تعديلات سريعه لقانون السلطه، قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات عشان سرعه الفصل في القضايا. وحطينا اولويه للقانونين دوم قبل قانون السلطه القضائيه. فوجئنا امبارح بان اللجنه التشريعيه والمجلس بينظر تعديل برضه الماده على واجب السرعه بالرغم ان جميع الهيئات القضائيه قد رفضته. لان القضاء فيه ميزه موجوده من يوم ما انشئ انه قضاء مستقل. صحيح. وفي نفس الوقت ان الاقدميه المطلقه اللي ماشي بيها هي اللي محافظه على كيانه ومحافظه على الشكل العام بتاعه، وهي بتؤدي الى انت عارفه احنا مش طابور، وطابور مستقيم، فاي خلل فيه سيؤدي الى منحى مش مضبوط. فانا عشان كمان انا والله انا برؤوف بالقياده السياسيه. صحيح. ان في التوقيت ده بالذات يعملوا هذا التعديل، لان الناس بدات تأول هذه التعديلات وبتشخصها على اشخاص معينه. فانا في رايي ان مجلس النواب هو ارسل التعديلات الى مجلس الدوله في التشريع هناك عشان المراجعه، فانا بأناشد مجلس النواب انه يتروى في الجلسه العامه وما ينظرش هذا القانون الا في نطاق التعديل الكامل لقانون السلطه القضائيه، لان احنا لنا طلبات اخرى وتعديلات اخرى في اكثر من 10 مواد. فازاي هننظر في ماده ونسيب بقيه المواد دلوقتي؟
تمام. طيب سياده المستشار، المفروض ان بكره في اجتماع لرؤساء انديه قضاه الاقاليم عشان يتخذوا موقف موحد باذن الله ويبحثوا خيارات. المفروض ان حضراتكم ايه اللي هيتم مباحثات في هذا الاجتماع؟ والله ده مش عايزين نسبق الاحداث، لان انت احنا عندي هيحضر كام نادي جميع نوادي القضاه، وممكن ينضم لهم برضو بعض نوادي القضاه المجالس الاخرى. فهنستمع لكل الاراء وهنطلع بالقرار المناسب في الوقت المناسب ان شاء الله. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا سياده المستشار عبد العزيز ابو عيانه رئيس نادي قضاه الاسكندريه. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا.